السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. رجعت لكم اليوم فيديو جديد، وهذا الفيديو ان شاء الله متخاس معكم واحد الكيكه بالشوكولاته غبره بكوبيل. كتجي هائله هاد الكيكه البنات، ومسقيه وكتجي لذيذه بزاف، مقادير مضبوطه ان شاء الله بالكاس ديال العنبه. كنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم، انكم تجربوها باذن الله. وتنشكركم بزاف بزاف على المتابعه وعلى التشجيعات ديالكم الرائعه، ومرحبا حتى بانتقاداتكم، وكنرحب بالمشتركين ديالي الجدد ولا القدام. وكنقول لكم الى عجبكم هذا الفيديو فضلا وليس امرا تخليوا لي لايك اللي كيشجعوني، وكذلك مرحبا حتى بانتقاداتكم، وتخليوا لي التعاليق اللي كيحفزوني واللي كيهموا الامر. وبغيت تعرف على هذه الكيكه هذه، ما عليه الا يتابع الفيديو حتى الاخر، وفرجه ممتعه. غادي ندوز معكم اول حاجه المقادير اللي غادي نحتاجوا لهذه الكيكه هذه، اللي هي مقادير مضبوطه البنات. غادي نحتاجوا جوج ديال البيضات بحراره المطبخ، غادي نحتاجوا 4 ديال المعالق ديال الحليب غبره، اي ما يعادل هاد الساشيه البنات، هاد الساشيه هذه هي اللي كنحتاجو في هاد الكيكه هذه، ما يعادل كما قلت لكم 4 ديال المعالق ملوئين مزيان ديال حليب غبره. وغادي نحتاجو كاس ديال العنبه مملوء ديال الماء، وغادي نحتاجو كاس ديال العنبه كذلك مملوء بالزيت النباتيه، وكاس ديال السكر، وغادي نحتاجو جوج كيسان بنفس الكيسان باش عبرنا البنات، جوج كيسان ديال الدقيق، وغنحتاجو علبه وحده من هاد ديال كوبيل، هاد العلبه هادي البنات. وغادي نحتاجو جوج ساشي ديال الفاني، وجوج خمارات حمرين ما يعادل 14 غرام 14 غرام، وغنحتاجو قبصه ديال الملح. غندوز معكم دابا البنات الطريقه ديال التحضير. اول حاجه قبل ما ننسى، هاد الساشي هادي ديال الحليب غبره فيها 60 غرام البنات، 60 غرام ما يعادل 4 المعالق ملوئين مزيان. غادي ندوزو دابا الطريقه ديال التحضير. غادي نجيبو الخلاط الكهربائي، غادي نديرو فيه هاد المواد اللي غنوريكم دابا، غادي نديرو فيه الماء والزيت والسكر سنيده، وهاد الشكلاط بودره، والحليب كذلك بودر، والفاني، هادو هما اللي غادي نديرو في هاد الخلاط الكهربائي، وغادي نخلطهم ان شاء الله ونحصلو على واحد الكريمه. غادي نضيفو الماء بسم الله. ودابا البنات بعد ما ضفت الماء، غادي نضيف هاد الكاس ديال الزيت بعد ما ضفت الكاس ديال الماء، وغادي نضيف كذلك هاد الكاس ديال السكر. طريقه التحضير البنات راها ساهله، وكتجي هاد الكيكه لذيذه لذيذه بزاف ورائعه، وكتعجب الاطفال بزاف. وغادي نضيف هاد البكيه هاد ديال الكوبيل كامله، وغادي نضيف كذلك الحليب، هاد 4 المعالق ديال الحليب، وغادي نضيف كذلك هذيك هاد 14 غرام ديال سكر فاني. وغادي يبقى معنا غير البيض والدقيق والخميره البنات، وقبصه خلاص ديال الملح. غادي نخلط هاد العناصر كلها حتى نحصل على واحد الكريمه، وغادي نشيط شويه التزيين. ودابا البنات بعد ما خلطت هاد العناصر هادو حتى حصلت على هاد الكريمه بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، دابا هاد الكريمه البنات راه ما تخفقوهاش بزاف، الا خفقتوها بزاف غادي تزيد تعقد لكم بزاف، يعني خصكم تحصلوا عليها بهذا الشكل هذا. غادي ننقص واحد 4 المعالق التزيين اولا نص كاس ديال العنبه، وغادي ندوزو للتتمه ديال التحضير. ودابا البنات بعد ما نقصت كما شفتوا معايا واحد 5 د المعالق، ولا مهم بحال نقولوا كاس لاروب اللي نقصت ديال ديك الصلصه، دابا غادي ندوز للتتمه ديال التحضير باذن الله. غادي نجيبو البيض. ودابا البنات بعد ما درت البيض في هاد الانيه هادي، درت جوج بيضات، غندير قبصه ديال الملح، وغادي ندرب هاد العناصر هاد البيض هذا مع هاد القبصه ديال الملح حتى غادي يتضاعف ليا الحجم ديالو، باش نضيفو ليه الصلصه، ومن بعد عاد نضيفو ليه ان شاء الله الدقيق والخميره. دابا انا غندرب هاد البيض حتى يتضاعف الحجم ديالو ونتلاقى معكم. ودابا البنات بعد ما تضاعف ليا الحجم ديال البيض كما كتشوفوا ما شاء الله، جوج بيضات، ولكن الا خفقتوهم مزيان راه كيعطيكم مزيان البنات. دابا غادي نحاول نضيف هاد الصلصه هادي ان شاء الله. دابا البنات غادي نضيف هاد الصلصه هادي، وغادي نستمر كذلك في الخفق حتى تنسجم ليا هاد الصلصه مع البيض، وعاد غنضيفو الدقيق ان شاء الله مع الخميره. ودابا البنات بعد ما دربت هاد الصلصه مع البيض كما كتشوفوا حتى حصلت على الخليط بهذا القوام ديالو، غادي نضيف دابا الدقيق والخميره. وما قلت لكمش البنات واحد الحاجه، الا بغيتوا اللون ديال الكيكه يجي شي شويه غامق، ممكن تضيفوا هاد الساشيه ديال الكاكاو. ما بغيتوش اكتفيو غير بهاد الباكيه ديال الكاوبيل، المهم انا غنضيفها، كنبغي شويه اللون يكون خارج. ما بغيتوش اكتفيو غير بهادي البنات، راه كتجي بها الكيكه رائعه. كنديرها دائما غير بكاوبيل، ولكن بعض المرات كنضيف هاد الساشي هادي ديال الكاكاو لانها كتعطينا شويه اللون خارج. دابا غادي نضيف على بركه الله الدقيق. دائما البنات كنقول لكم استعنوا بهاد الصفايه هادي، وغادي نبقى نخلط، وفي نفس الوقت غادي نضيف كذلك هاد الكاكاو هذا، وغادي نضيف الخميره،
وغنستمر في هاد بشويه. غادي نبقى نخلط الدقيق ندخلو في الخليط غير بشويه حتى ننتهي ان شاء الله. وضروري المولى البنات ما تدهنوه، بداو ترشوه بالدقيق اولا تدهنوه بالزيت، ويكون الفران حتى تسالي هاد العمليه هادي عاد تشعلوا الفران. انا غنستمر على هاد الطريقه هادي حتى غندخل هاد الدقيق اللي عندي في الخليط ونتلاقى معكم باش نديروها في المول. ودابا البنات بعد ما خلطت الخليط ديالي تحصلت عليه بهذا القوام هذا كما كتشوفوا معايا، تحصلت عليه بهذا الشكل هذا. دابا غادي نجيب المول ديالي باش اللي دهنت بالزبده ورشيت بالدقيق. الكيسان البنات ديال الدقيق ما تخبطوهمش مزيان، ما تكونوش كيفاش تكونوا كتعملوا الدقيق ما تكونوش تخبطوا الكيسان بزاف لان عندنا غير جوج البيضات. دابا غادي نجيب المول. ودابا البنات بعد ما دهنت المول ديالي بالزبده كما كتشوفوا، دابا غادي نرشوا بالدقيق بهذا الشكل هذا، كندوروه كاع على الجوانب وكان داكشي اللي شاطلينا البنات كنسوسوه بحال ما هكا بهذه الطريقه هذه. ودابا البنات غادي نفرغ الكيكه ديالي، حاولوا تهزوا الكيكه الفوق بهذا الشكل هذا باش ندخلوا فيها الهواء. في هذه الاثناء البنات انا غنشعل دابا الفران وغادي ندخل الكيكه ديالي الفران بارد ماشي سخون من قبل. فاش غطيب ان شاء الله غادي نتلاقى معكم وتزين تيبقى لكم اختيار يا البنات. المهم تزينه، حنا شيتنا داك شويه ديال من الصلصه اللي حنايا حضرنا، من الكريمه اللي حضرت معكم قبل شيتنا، وغادي نضيفوا لها شي دانون ديال اليوغورت ديال الشوكولاط، اولا تكتفيو غير بها هي اولا تصايبوا شي صلصه في الدار. المهم تزين تيبقى لكم اختياري. ودابا البنات قبل ما نديها للفران كنخبطها واحد شويه بحال ما هكا باش تقاد ليا باش تجيني منفوخه كاع من الجوانب. دابا غنديها للفران وفاش غطي ان شاء الله نتلاقى معكم الشكل النهائي كذلك والتزيين اللي غندير لها. وهي الكيكه ديالنا البنات بعد ما خرجتها دابا من الفرن. استغرقت ليا البنات في الفران، هاد الكيكه ديال الشوكولاته كتاخذ شويه الوقت في الطياب، مهم ما بين 45 دقيقه حتى 50 دقيقه على حساب الفرن ديالكم. وجبت دابا التفصيل ديال التقديم باش انني نحاول نحيدها من المول. وباش غنزينها البنات كما كتشوفوا معايا التزيين تيبقى لكم اختياري، ما تقيدوش بهذا الشيء باش بغيت نزين. انا غنزين بداك كاس لا روب ديال الصلصه اللي شيطت، واحد جوج ديال اليوغورت صغار بالشوكولاتة، انا هادو هما اللي متوفرين عندي البنات. الا متوفر عندكم نتوما الكبير ديروه. وكذلك غادي نزينها بشويه ديال اللوز، شويه ديال اللوز مهرمش، ولكن نتوما زينوا بداك الشيء اللي بغيتوا في الجوانب، ممكن ديال فيرميسي الكاكاو ممكن نخليها هكاك. نتوما البنات ديروا الكوك اولا الشوكولات بيض محكوك اولا الكاكاو هكا الكاكاو مهرمش اولا تخليوها غير هكاك اولا الفيرميسي الكاكاو، مهم زينوا باش داك الشيء اللي متوفر عندكم في البيت. دابا غندوز ان شاء الله نحيدها من هذا المول هذا باش تشوفوا معايا. كذلك لاحظوا معايا البنات راه كتجي ما شاء الله كتجي رائعه. غنحيدها من هذا المول ونزينها ونتلاقى معكم. وتيبقى البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا بعد ما ساليتها في التزيين وقدمتها لكم بهذا الشكل هذا. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم انكم تجربوها. راه الصلصه كفاتني البنات كلها. الا بغيتوا اللون يكون شويه غامق ضيفوا ليه واحد الصاشي وحده ديال هذا الكاكاو هذا. بغيتوا اللون يبقى غير زعما ناقص شويه فسميتو معليش، يعني الا بغيتوا اللون يكون عندكم غامق شويه ضيفوا هذا الصاشي هادي. وتزين انا حاولت نزينها بحبوب بحال الحبات ديال اللوز هكا اللي محمرين، وكذلك شويه ديال اللوز مهرمش من الوسط. والتزيين اللي كتشوفوا معايا اللي درت هنايا درته غير بالمعلقه البنات، كندير على الصلصه بحال ما هكا وكتعطيني هذا الشكل هذا اللي كنتمنى كذلك انه يعجبكم. وفي الجوانب درت الفيرميسي الكاكاو كما كتلاحظوا معايا. دابا غندوز نقطعها معكم تشوفوها كي جات من الداخل. ودابا البنات بعد ما قطعت هاد الطريف هذا كما كتشوفوا معايا كتجي مسقيه بهاد الصلصه هذه وكتجي اكثر من رائعه. كنتمنى انكم تجربوها وانها تنال الاعجاب ديالكم البنات. كتجي هشيشه هشيشه بزاف، انا قطعتها وهي باقا سخونه. نتوما خليوها حتى تشرب لكم الصلصه مزيان وبالصحه والراحه. وكنتمنى هاد الكيكه تعجبكم انكم ان شاء الله تجربوها علاش لا في البيوت ديالكم. كنشكركم بزاف بزاف على المتابعه وكنقول لكم الى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده او نصيحه جديده مع خديجه، وشكرا على المتابعه.